ترتفع حالات الطلاق في العراق، ويصل ارتفاعها في محافظة ديالى إلى نسبة 40% بحسب مفوضية حقوق الإنسان. المفوضية كانت قد حذرت من تحول هذا العام إلى عام الطلاق في ديالى. أكثر من 200 حالة طلاق في اليوم الواحد يشهدها العراق بحسب إحصائية لمجلس القضاء الأعلى، ما يعني أن كل ساعة تمر يسجل فيها 9 حالات طلاق. وفي آخر إحصائية شهرية للمجلس تبين أن عدد حالات الطلاق بلغ أكثر من 6330 حالة خلال شهر واحد فقط، تصدرتها بغداد. وإذا ما نظرت إلى الإحصائيات الشهرية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق ستجد أنه من بين 4 حالات زواج هناك حالة طلاق واحدة، ما يعني أن 25% ممن يتزوجون في العراق ينتهي زواجهم بالطلاق. ومن أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في العراق الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراقيون وزواج القاصرات، إضافة إلى غياب الوعي وتدني مستوى التعليم بسبب الأوضاع التي آلت إليها البلاد بعد تحكم الميليشيات وانتشار الفساد. ارتفاع حالات الطلاق في العراق دفع بالكثير من الحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة السلطات المختصة بإيجاد حلول للتقليل من تلك النسب. نسب تهدد اللبنة الأولى للمجتمع وتنذر بمخاطر كثيرة، حسب خبراء اجتماعيين أكدوا أن أطفال الشوارع الذين هم أبرز ضحايا الطلاق والتفكك الأسري سيتخرجون على يد ميليشيات إرهابية وعصابات إجرامية بدل تخرجهم من المدارس والجامعات.